سوف تأتي الصلح التامة في بلادنا الغالي. ودن كان وين قالي قاه دي بهشيسين لما يسترن أياك لعدون تا. هذا هدفنا الأساسي. سيدا سينا وجددنا أساسي قاه. مالمه تجي وحا اي اهايين كو آد او دقدق اي دقسي بادن كهور انتي آنان كسو بيحين ودنكا آنيغا او شقين اي ايان حرير اي ودا شقين للاها داليبان حتى نكون متفقين على وحا آن اسكو وافقسانين ان اوود اي تلادا دالكو لنعكال ووريك تسين نباد اي هشيس اه مواطنين العزة مواطنين تدالكيغو أنيغا أو جوغا إمارات كعربتا وحا آن ربا إن آن وحيدين كغشيغو أرمالا حريرة إسبدالذي إغو دنبيي إردعي أحد دي هوري شان إيا طبانكا أغوست لباكن لباطن يكو وحا آن سيدي عادغا أهايدو إميد حفيز كيغا حلغا دهور كان وحا آن تيغي وسارد دقاشان ديغا بعد الحراس جاءوا إلى لدي دقار كود أي إي يميد أو إي شاقي إني جيران وح أو أغ أف جنبي سيداس أوغيد وحا أي إغاب بحيين ديغان كي يدسميه وسارد إنتاس وحا دير إن داليبان كو نو شاقين إن أي سنسو قلي دونون عاصمت دا بالسه آنيغا أو سي آد أغاحون حدنا وحا أي بسي جوغين هاريرها مدحتو يدا يقول اولا لو كهر وقتي لغو بلامي مرنا ما اينان دونين ان ان اود سي جوغنو تاس او هر سيدي كرتي ان دي خدا تو عاصمدا تاسنا وحا اي هر سيدي لهايد اما اي سبب لهايد ان ان مسؤوليه او دن قاطو دغال كنا كسي سعودو او او ودا غارو دمان جددك عاصمدا الثاني مركا لبادنا دقيقة دا كدب وحا اي اغو قصبين انان كبحو عاصمت دا كدبنا اسكرتي داليبان كا اياسو قشاي لسمها مدحتو يدا اسكرتاسي وحا اي كوهاد ليين افكالي او ان اهين افكا افغان كا فحاولوا ان يبحثوا ان عني حتى وحا اي اسكود ديين اني اغراديان سي اي ايسو قبطان سيدا آد اكتهين وحا اي دونيين اني كو عليان حمانتي اي بحال نمدي اي كو هايين افغان لواتن الى صدن سنة كهر وكما تعلمون سيدا آد اكتهين ما ايهنين غيري اما لما شوكا بقايا كومانا سي جرتو حدي اي تهي مد شرف إيه حرقه له بالسه مرنبا ما أوودو إن آن دوشة أوريتو بلايو كرد عدد دلكيغا هويو وحا آن أهانين لغو قصبي إنو كبحو أفغانستان تاسنا آنيغا وحا إيه أهايد ميد إيه واناكسن سي آنان سبب أغو نقون ليكو داتا عاصمت دا هم كانوا يقولون نحن نريد وحا اي شاكتي داليبان ان اي ربطو مدحا مدحوينها افغانستان الناس الذين يقولون ضدكاسي واكوا موادنين تا اشيغي ان مدحوينه افغان او ايبسدي افغانستان كدبنا او كعرري افغانستان فأنا نصيحة لهؤلاء الناس وحا آن ربا إنان دادكاس كواني يؤنا الشيغو حقيقة حتى ملا عمر وحا أو كتغي قندهار سيداس أو كلا عمير عبد الرحمن أيا كتغي ودنكا مر كلانا وحا أو أسو نقضي دالكيسة وحا أو نو أذيغي دادكيسة يا إذين شيغي أو إذين كويري مدحوينه جمهورية دا أيا كعراري دالكا أي الناس لقالوا لكم لأن كوا سيداس إذين شيغي ما هيان وحد دين أه أو موجنا يوركو ذا ليس لديهم أي حجة
بهترین سرمایه زندگی هم کتاب ها وشيء الأساسي اللي كان سيدا نبطع حفيز كوحا أن كده حيستي دور بوغ أو أن دال عن شري بوغ تاس وان سوق عطي وحي كلا أييل حفيز ك داليبان وي حيستان وليبا دوكومنتيو آد مهم أغو أهدالك ما أقان سيدا إكييلين أنا خرجت من دلك وحا أن كلاسو تغي أو كليا دركيغا كوبهيغا إيا عمامة ديدا حدي الله إدمانا شيكوين كلا أيان إدين كوكو فافاهين دونا في بعض الناس دادك قاركود بين أي إغا شيغين وائم مسابتين وحا أي شيغين إن أشرف غاني oo dalka ka qaatay hanti aad u badan oo qaali ah hantidaas oo ay sheegeen inaan dibadda geystay laakin jeetu ila balad al mustadhif baid al khaliya laakin raaytum balse ogaada wadanka imarti geliyay waxa aan la imid faramaran alle ayaa mahad leh aad ayaan ugu faraxsanahay sida aad aragteen maalmihii tagay shacabka afgaan waxa ay doonayaan dib u heshiisiin waxa aan aad ugu hambalyeynayaa dadaalka uu sameeyay madaxweynihii hore iyo hawshii adkayd ee uu qabtay madaxa wada hadalka Dr. Abdalla حتى مركا حدي اي فشلنتي سياسه مدحده طالبان سداس او كلنا اي فشلنتي سياسه مدحتويده افغان ما دونينو ان ان الى هيركاس نعسنمو سي جوجتينو حدنا ما ربنا سداس وحان دونينا ان تلدا دلك سي نبد اه لولا كلا وريغو وحتى كنا نريد على هذا نقل السلطة سلميا ومرة أخرى مركلة وحا أن ربا إن أم هاد عليو رمان أسكرت أفغان إيهي أذها النبت جليد دلك وددال ديري أه جليي إلى لنت النبت جليد إي أمانة وأنا هادا وحا أن جوغا دلك إسو تقى إمارات كعربتا وبإذن الله حدي الله إدمنا مستقبل كدو وحا أن كسو نقون دونا دل كيغا وحتى تاسنا وحا أن سوغيا حلغا أن أود أوياشو ديب أغسو نقشد دل كيغا أرجع إلى بلدي